مهند القصة وطن بقلوبنا حل وسكن، يا هل ترى يوم المحن نبخل عليه ونخذله. يا عيد واسمع ما يلي، وحق الإله المعتلي لا روحت نغلي غلي ودم المعادي نسفك. صح لسانك. كل عام. يعني أنا هذا الحس والشعر اللي الفطري اللي بيعبر عن الحب وعن قلوب الأردنيين تجاه الوطن تجاه سيدنا رائع وجميل. واليوم إحنا بشرفنا يكون معنا مهند العظمات الشاعر محفظة الألقاب، وأيضا الشاعر عيد المساعيد. لكما شهرة يعني منذ وقت أنه أنتم من الشعراء الملسنين، يعني اللي فعلا كلماتكم جدا معبرة. أهلا وسهلا بكما، صباح الخير. كل عام وأنتم بخير. صباح الخير. صباحكم سعيد. وقبل أن ننتقل إلى هذه الأبيات التي كتبت وحال وصولكم يعني للتلفزيون الأردني بهذه الصباحات، استمعنا نحن وأسادة المشاهدين إلى شيلة ركايب عز. مظبوط ولا لا؟ هذه لمهند العظمات وعيد المساعيد أيضا بشكل مباشر. العيد ولا لمهند؟ هي لشعر. هي لعيد تحديدا. نعم. أنا محظوظ باللقاء الثاني مع الشعراء المفوهين حقيقة. تحدثنا بتلك الفترة، كانت قصيدة أمام جلالة الملك وخادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، وكانت لها أصداء على مستوى قد يكون عالمي أيضا بنفس الوقت. كان هنا يكفينا إشادة جلالة الملك، ترى بالمناسبة هذه لحالها قصة مختلفة، يعني أن يكون جلالة الملك بهذا الانبساط بما قدمه مهند وعيد بهذه المناسبة. هذول هم شعراء البادية الأردنية بجننوا يعني، وأكيد في إلنا تراث معروف. كيف يرى أول شيء مع مهند يعني شعرك كيف يعبر عن محبتك للوطن وعن جلالة الملك عبد الله الثاني؟ أنا راح أعبر عنه بالقصيدة. ما هو أكيد. أنا جهزت قصيدة جديدة في هذه المناسبة، وقصيدة من الأرشيف. تعرفوا إحنا جلالة سيدنا كل مناسبة خالد ذكرته، حاب أني باسمي وباسم وزارة التربية والتعليم كوني من موظفيها كوادر ومديرية تربية البادية الشمالية الشرقية وكافة العاملين فيها، أوجه بطاقة تهنئة وهذه القصيدة. تفضل يا ريت. أجمل بطاقة تهنئة مني ومن كل الرجال، في يوم ذكرى مولدك يا سيدي لك مرسلة، خطيتها بدمي وقلبي شالها وهي ما تشال. لك يا سليل المجد كحروف شعري محملة، حملتها بالطيب والترحيب وبحمل الجبال شوق وغلا. يا سيدي هذا خفوقي واسأله، يا ابن الحسين الهاشمي يا جامع كل الخصال، لك تنتمي كل الفعول الطيبة لك مقبلة. يا فخرنا يا عزنا بين الدول والكل قال، عبد الله الثاني على فوق القمم في منزله، حاز الوفا من والده والطيب من جده طلال، ملك ملك بالمملكة شعب وفي في مجمله، قاد الوطن رغم المحن رجل ولا كل رجال، ملك بطل قوله فعل بيده يحل المعضلة، حنا فداك وبمرتك يا سيدي في كل حال، لا قلت هيا ما تشوف إلا العشاير مقبلة، لا جل غزو بدو حضر ضد العدو من كل جال، وإحنا لها يا سيدي والذل لا ما نقبله، ما ننهزم أهل العزم ما نختبي خلف الظلال، بصدورنا نحمل الوطن وعد ترى ما نخذله، واللي يساوم على الوطن يا سيدي ذبحه حلال، ما له مكان بيننا واجب علينا نفسك. صح لسانك. أنت أقول مجحم قديش أنت مفوه، أنت من الشباب المفوهين. تقدر بس هيك تكون مستثمر؟ أبدا رائع رائع يعني الاستسلام أبدا. هذه ملكة شعرية وقريحة يعني رائع. نعم صحيح. بدي أذهب الآن من مهند إلى عيد سمر وأسادة المشاهدين. تحدث عن كوادر وزارة التربية والتعليم وباسم هذه الوزارة التي نفتخر بها جميعا، يعني إحنا تحت مظلتها منذ نعومة الأطفال وحتى شباب وشابات الوطن، مثل إلى جيش أبو حسين، إلى قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية، متسبين القوات المسلحة. نعم. ولي الشرف باسمي وباسم كل كوادر القوات المسلحة نجدد الولاء والطاعة لسيدي وتاج راسي عبد الله بن حسين، الله يديم ملكه ان شاء الله. آمين. واقول باسمي كمان وباسم كل الشعراء الاردنيين، وان شاء الله نكون من يمثلهم في هذا المكان اليوم
احنا ورا الهاشميين، وان شاء الله نكون بكلمتنا نقدم اللي يضيف للساحة الأردنية من شعر، ونبيض الوجه الوطن داخل وخارج. والشعر يعبر أكثر يا عيد، عشان هيك كمان حابين نسمع منك قصيدة. أنا كتبت على الطريق، وللأمانة كان الطريق ما شاء الله كله ضباب. نعم. يعني يدوب طلعت بخمس ست أبيات أقول قرت عيونك يا وطن دام بحسين، ربان مركبنا وقايد مسيرة، والله يعز الدار والهاشميين، والشعب مع جيشك اعتادوا ذخيرة، وإذا الدرك والأمن جند ميامين، من حولنا لا جات ساعة عسيرة. بالمختصر بقول برقابنا دين للمملكة والملك شيخ العشيرة، واليوم جينا بعد 56 ونجدد البيعة ولا هي بخيرة، ويا جعل عمرك فوق 120 ونشوفها مولاي ما هي كثيرة، ويا جعل حكمك سرمدي بين قوسين، ما نقبل بغيرك. الله عليك، صح لسانك. الله لسانك. بتعرف كلياتنا عندنا مشاعر حب وافتخار واعتزاز بجلالة الملك، بس قليل منا بيقدر يعبر. يعني احنا كاعلاميين بجوز بنقدر نحكي، ما شاء الله عليكم انتم، بس الشعر يعبر فعلا عن اللي بداخلنا. يعني انت عم تحكي عني، عن مشحم، عن كثير من الناس اللي عم يشوفونا عم بتعبروا عنا بالطريقه اللي لازم تعبر فيها. الله يسعدكم. مهند، قد يكون سؤال لمشحم اكيد. لا انا مسترسل من خلالكم ومستمتع. احنا بدنا نسمع ومستمتع. اول مره طبعا اجي انا وعيد، كل واحد في سياره، هو عنده شغل فقال لا. اليوم نطلع لها مع انكم ساكنين بنفس المنطقه. بنفس المنطقه. يلا. فاقول لعيد وانا جاي، وتخيل لو جلال سيدنا الان يتابع هذه الحلقه واكيد يشوفنا واحنا نؤدي هذه القصيده، تخيل لو بعد هذا اللقاء يطلب انه احنا نشوف جلال سيدنا. هذا اكبر شيء واكبر طموح، وهذا ليس ببعيد. هو دائما قريب، يتشرف بمقابله سيدنا، يتابع وسائل الاعلام المختلفه والتلفزيون الاردني. فان شاء الله يعني اكيد. القصيده هذه انا كتبتها امس يعني في وقت متاخر من الليل، فيعني اعذروني اني اقراها من بس قبل الانتقال لها، ما استمعنا له وما استمع له الساده المشاهدين والأردن كافة ومن يشاهدنا من خارج الوطن، والشعر ابن بيئته إذا تحدثنا بهذه التسمية وهذه البيئة الأردنية بجبالها ببواديها بسهولها بحاضرها بمدنها بمخيماتها، هم شباب المفرق كمان، تتحدث بلسان حال جموع الأردنيين من كافة المنابت والأصول بهذه اللغة الشعرية الجميلة الموجهة لجلالة القائد بعيد ميلاده. لنذهب الآن إلى هذه القصيدة. نعم. التي كتبها مهند العظمات الآن حال وصول اليوم. حال وصول يعني حال وصول على طريق. يعني شرفنا باسمي وباسم كل اللي أنا أنوب عنهم من شعراء، أشكر برنامج يوم جديد تحديدا لاستضافة عديد من شعراء الوطن، وهذه شهادة نعتز فيها. الله لو سهل فيكم. يقول 56 عام وكل عام سعيد، يا سيد دام عزك دام أمن الوطن، 56 عام وكل عام ويزيد عزمك وصبرك على كبر المحن، والفتن يا صاحب التاج دمتم تاج مجد تليد في دولة العز يسمو رغم أنف المحن، ما يقتل الجوع حب للهواشم مجيد، ما يقتل الجوع حب للهواشم مجيد، وما ينحني سيف شامخ لو يجور الزمن، يا سيد الشور عدلك ما تبقى رصيد، يا رصيد الفقارة للمحبة ثمن، قلبك على القدس ثابت وبقرارك رشيد، ما نقبل الذل لو نلبس ثمنها كفن، حنا مع الحق وانت الحق وتفك قيد بيدك وتقدر ولا غيرك حريص وفطن، يا سيد الدار دارك كم فداها شهيد، يا عالي الشان شعبك للشهادة يحن، كلهم جيش دونك حبهم لك أكيد، دون تنخى يلبوا للإشارة رهن، قود المسيرة وشعبك يا ملكنا عضيد، في كفك السيف في كفك السيف لعدانا جحيم وغبن، لا تولي الأمر لا تولي الأمر غيرك يا أملنا الوحيد،
بعد الكريمة البلاد بدون عطفك سجن 56 عام وكل عام سعيد خلفك على النور نمشي يا الرخاء يا الأمن. نعم. صح لسان. شكرا الله يسعدكم. طبعا عيد كثير كان معجب أيضا بهذاك. أول مرة عم تسمعها لأنه كمان يعني إحنا بجوز لقائنا مع همام كنت بتمنى أنه يمتد أكثر لأنه أنا مستمتعة شخصيا بتجنن واسم الله عليكم الله يحميكم من شباب الوطن اللي متميزين جدا وبترفعوا الرأس. إحنا جيل المجندين بأي وقت. الله يسعدكم عيد سعيد وأيضا مهند العظمات مع حفظ الألقاب شعراء نعتز بهم.